جديد من دروس التعليم عن بعد. درسنا لهذا اليوم سنتناول فيه الدروس الأولى باكالوريا، تحديدا تقديم عناصر الأسئلة الفاعلية والإبداع، وهي الأسئلة التي توقفنا عندها في دروسنا النظامية. ولا بأس قبل أن نشرع في تحديد عناصر هذه المجموعة وتعريفها، وكذا الوقوف عند تمصلات أهم المفاهيم الكبرى المكونة لها، أن نذكر بما رأيناه في المسألة الأولى المعنونة بما الإنسان. فعلى بركة الله أن نبدأ هذا الدرس. إذن سبق لنا ما رأينا في الدرس الأول أو في المسألة الأولى للسؤال الفاعلية والإبداع بمجموعة من العناصر التي تميز الإنسان. فالإنسان كائن واعي يمتاز بالإحساس والإدراك، أي أن الإنسان كائن يمتاز عن باقي الموجودات بقدرته على التعرف على ذاته وعلى الموجودات من حوله. فهو بتعريف ديكارت كائن عاقل، أي له من القدرات والمؤهلات التي تتيح له أن يتعرف ماهية وكذا الموجودات من حولها. ثم النقطة الثانية، الإنسان كائن لا واعي من خلال الوهم الإيديولوجيا واللاوعي، لكنه مع مقطع القرن العشرين تحديدا دراسات سيغموند فرويد وبداية التحليل النفسي أو علم النفس عموما، سيبدو هذا الإنسان تتحكم فيه جوانب اللاوعية، فهو لم يعد تلك الصورة المثالية الكاملة التي بموجبها الإنسان هو الكائن الوعي وحيد عفوا، وإنما أثبتت الدراسات على أن هذا الإنسان تتحكمه جوانب اللاوعية، سواء كانت هذه الجوانب فرضية من خلال الوهم أو حضور اللاشعور والصراع بين الميكانيزمات الجهاز النفسي من خلال دينامية الهو والأنا الأعلى والأنا، أو من خلال ذلك الوهم الجماعي الذي غالبا ما يكون في تلك الأفكار والمعتقدات ومنظومة القيم التي يعتبرها الإنسان من متانة الحقيقة والمعومة تحت درس الإيديولوجيا. بالنسبة للمفهوم الثاني أو النقطة الثانية، الإنسان كائن راعي، فالإنسان يميل بطبعه إلى تملك الأشياء وإلى الميل نحوها وفق ما يحقق لديه الرغبة واللذة، ولعل هذا ما دفع جون جاك روسو إلى أن يحذر الإنسان بالرغبة، ويقول في عبارته الشهيرة: الويل كل الويل لمن لا يرغب فإنه يفقد إن صح القول كل ما يملك. وهذه القولة تختزل أهمية الرغبة كخيط رابط يربط الإنسان بعناصر والأشياء. من جهة أخرى، الإنسان كائن رامز، أي هو الكائن الوحيد الذي يوظف الرموز ويوظف اللغة في تجلياتها المتعددة من أجل التواصل ومن أجل التعبير عن ذاته، لدرجة يمكن أن نقول فيها على أن اللغة خاصة الإنسان بحيث لا يمكن مقارنتها باللغة الإنسانية عفوا باللغة الحيوانية التي تبقى مجرد استجابة غريزية. وفي آخر محاور هذه المسألة هي أن الإنسان كائن اجتماعي، رأينا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حالة العزلة، بل لا بد له من بني جنسه، هذا المجتمع الذي يكسبه القيم والعادات ويمارس عليه من السلطة، لكن حياة الأفراد تتسم بنوع من التكامل دائما داخل رعاية سلوك المجتمع. فاستنتاج، استهدفت هذه المسألة الأبعاد الذاتية والعلائق للإنسان، سواء تعلق الأمر بوجود المتفيزق الخاص أو الوجود العلائقي الذي يربط بين الذوات البشرية، أي أنها ركزت على جانبين، إما الإنسان كذات كشخص أو علاقة الإنسان بذات بشرية أخرى. فيما يخص مسألة الفاعلية والإبداع، سنتطرق في هذه المسألة إلى العناصر التالية. ففي هذه المسألة لن تهتم بوجود الذات والعلاقة، وإنما ستهتم بوجود الموضوعي للإنسان، أي علاقة الإنسان بالطبيعة والأشياء. الطبيعة كمعطى خام تشكل الفاعلية للإبداع، يسعى الإنسان من السيطرة عليها وإخضاعها لإرادته. بمعنى آخر، أن الإنسان منذ القدم عاش في علاقة صراع مع الطبيعة، بحيث سعى إلى إكرامها على التماس أشيائه وإشباع حاجاته الأساسية الضرورية، وذلك من خلال إرغام وفكرة السيطرة على الطبيعة. كتعريف لعناصر هذه المسألة يمكن أن نقول: يمكن تعريف الفاعلية والإبداع بكونها ذلك النشاط الفعال الذي يقوم به الإنسان داخل الطبيعة بغية توفير حاجاته وتلبية متطلباته، وتتعدد هذه الأنشطة باختلاف مجالات الإبداع. بمعنى آخر، أن الفاعلية هنا هي ممارسة لمختلف الأنشطة التي يمكن أن يقومها الإنسان في علاقته بالطبيعة، أي وجوده الموضوعي الذي يسعى من
الإنسان وظفت تقنيات شرع كانت مادية أو ذهنية من أجل إحكام قبضته على الطبيعة وإرغامها للاستجابة لإرادته، إنها الدافع وراء فكرة ماذا؟ فكرة التحكم والسيطرة. المفهوم الآخر أو القضية الأخرى أو المظهر التالي الشغل، بوصفه مجال يمارس فيه الإنسان إبداع ونشاط إزاء الطبيعة قصد توفير حاجات الإنسان الإنسانية. ومنذ القدم والإنسان يدخل في مجهود عضلي غايته تلبية الحاجات، دخل في صراع في الطبيعة حتى يسعى إلى إشباع حاجاته وتلبية الرغبات. الموضوع الثالث أو المظهر الثالث إنها التبادل، والتبادل بمعنى آخر ذلك النشاط الذي يعتمد على استبدال شيء بشيء آخر بين الطرفين لحقق المصلحة. لما كان الإنسان تفيض عليه بعض الأشياء وتنقصه الأشياء فإنه استطاع أن يبدع فكرة التبادل. هذا التبادل يحمي كل تحقيق ماذا؟ المصلحة المتبادلة، فيكون التبادل هو استبدال شيء بشيء بغرض تحقيق المصلحة. والمفهوم والمظهر الرابع فهو الفن، فالإنسان بطبعه يميل إلى التماس الأشياء الجميلة فهي تشرح فؤاده وتجعل نفسيته مبتهجة. كلنا نحب الأشياء الجميلة على أساس أن مجال الجمال والأحكام الاستدراكية، فالإنسان يحب الجمال ويسعى إليه. الفن يمثل الجانب الاستدراكي بمعنى علم الجمال الذي لطالما سعى الإنسان إليه. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الدرس، وفي الدرس إلى درس لاحق من خلاله سنسعى إلى تفكيك هذه العناصر مجتمعة. تقبلوا منا أجمل التحايا وأجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.